لا الروح الحره اللي تبع فيها على الانستغرام قالوا لي كي انت مساحه القاع بالديزاين بتاع الباج بتاع حنين العش، ورينا انت كيفاش كنت تخدم الباج هذا. باش نحط روحي في بلاص ديزاينر تونسي يتعامل مع شركه تونسيه صارفين 100 دينار على البراندينغ نتاعهم، يعني لا شارت جرافيك لا سيستم كولور لا سيستم تايب فيس موجودين. مادام ندوه نتاع تنيا وطوكيو في الحكايه، دونك الانسبيراسيون نتاعي في البينتريست والبيهانس باش تبنيها على لي موكلي هذوما: مينيمال مودرن كوربوريت اي دي كارد ديزاين. من بعد باش نختار ذا سيفست كولور سيستم بوسيبل اللي هو الريد والبلاك نتاع التيكاد. اي حاجه مودرن ديما استعملوا شيدز مزيانين على الاخر. باش نستعمل خبرتي الصغيره في التايب فيس وباش نختار اكثر تايب فيس معروف يكتبوا به في اللاتان والعرب مع بعضهم اي دي ام بلكس، والسيستم اللي باش نكتب به هيدينغ 2 سيمي بولد 26 بوينت وبادي تكست لايت 12 بوينت. ديما النكزو ريجولر ماهوش مزيان، ورد بالكم في الامبريسيون تطيحوا في الكتيبه على 8 بوينت سكيل. ينصر دينك حنان على البريزونس ديجيتال. نعرف شركات البريزونس الوحيده اللي عندهم هي الكلمه الطيبه عند كليوناتهم. نحترموا قواعد الديزاين الاساسيه الكونتراست بالانس والايرشي. بوم الباتش حضر. بارتاجيو لو ماكسيموم الفيديو هذايا فماش ما نعملو ريبراند.